الزيارة الملكية لأكادير. مواطنون بمختلف مشاربهم ينتظرون قدوم عاهل البلاد للإشراف على عدد من المشاريع التنموية والاجتماعية التي سيكون لها الواقع الإيجابي على مدينة الإنبعاث. أحدث سوس جابت مختلف شوارع إنزكان لتستقيلكم هذه الآراء حول الزيارة الملكية. حنا في إنزكان فرحانين بالزيارة الملكية، الله ينصر سيدنا، بغينا الدنيا ديما تبقى نقية ماشي غير إلاجة. كيف ما كتشوفوا اكادير بدات كتنقى، حنا راه فرحانين بهذه الزياره الملكيه، ولكن حنا بهذا الشيء بغينا يكون ديما، راه ماشي اليوم ولا غدا ولا تيجي واحد باش غيبداو ينقيو. حنا هذا الشيء راه بغيناهم وبغيناهم يخدموا، بغينا هذه البلاد هذه تقاد ان شاء الله. حنا ما كرهناش وبغينا، كاين الشباب راه ما كيديروا والو، حنا خاصنا مرافق، خاصنا عباد الله ما يديروا. كيف ما كتشوف دابا الادارات خدامين، راه كيخدموها في هذا الوقت، هذا الوقت الوجيز. حنا راه بغينا هذا الشيء ديما يكون غادي على هذه المنطقه ديال اكادير. الزيارة الملكية عاد خدمات شي أمة محمد اللي خدمات، خدم بنادم زايد. حنا بنادم يخدم ديما، خدمات البلدية باش ينقي الشوارع. حنا بنادم يبقى خدام ديما، ماشي خدمها سيمانة ويديروا ليه الصابونة، بنادم يبقى خدام ديما. فرحانين بزاف الزيارة الملكية لأننا كنأملوا فيها باش تحل لنا بزاف ديال المشاكل اللي بقات معلقة شحال هذه. وكما على غرار جميع الأقاليم حنا كنرحبوا بالزيارة ديال سيدنا، وتتمناو أنها تكون ميمونة وتكون نافعة لهذا الإقليم اللي هو اللي كيعاني من بعض المشاكل اللي بقات بدون حل شحال هذه. الحمد لله حنا فرحانين بالزيارة اللي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكنشكروه بهذه المناسبة، وكنتمناو الخير للناس ديال أكادير، وكنتمنى أن يعني توفر لنا كل شيء، داك الشيء اللي كنتمناو إن شاء الله. هي تطلعات وآمال معقودة على هذه الزيارة الميمونة، كلها نفحات اليمن والازدهار لعاصمة سوس التي لطالما انتظرت هذه اللحظات الاحتفالية المميزة.